بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب عبر هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ذكره من مشابهة أصحاب الجحيم المنهي عنها، وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مشابهة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى وأهل الجاهلية والأعاجم، وما يحذر صلى الله عليه وسلم إلا من شيء يتصور وقوعه وحدوثه، فهو صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا معناه التحذير. والجاهلية هي ما كانت قبل الإسلام، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، سميت بالجاهلية لانقطاع آثار الرسالات فيها وعود الناس إلى الضلال والجهل، حتى بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فانتهت الجاهلية العامة. الجاهلية العامة انتهت ببعثته صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء العلم، جاء العلم بالكتاب والسنة والفقه، فزال الجهل ولله الحمد بما أنزل الله من الكتاب والسنة. ولذلك لا يصح أن يقال الناس في جاهلية على وجه العموم، هذا لا يجوز، لأن الجاهلية انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الجاهلية العامة. ولكن قد تبقى في بعض الناس أشياء من خصال الجاهلية، تبقى فيهم من خصال الجاهلية في بعض الأفراد أو في بعض القبائل أو بعض المواضع. ومن ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. ليس المعنى أن هذه الأربع في كل الأمة، وإنما هي في بعضهم. لا يتركونهن: الفخر بالأنساب، بأن يترفع الإنسان على الناس بنسبه ويقول: أنا من قبيلة فلان أو من بني فلان. والله جل وعلا ليس عنده شرف ولا كرم إلا بالتقوى. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم بالتقوى. ولو لم يكن الإنسان ذا نسب
مرتفع. وأما من كان له نسب مرتفع ولكن ليس عنده تقوى فإنه ليس له كرامة عند الله سبحانه وتعالى. اعتبر ذلك بسلمان الفارسي وبلال ابن رباح رضي الله عنهما، وهما من سادات المهاجرين من السابقين الأولين إلى الإسلام، أعني بلالا من سادات المهاجرين. أما سلمان رضي الله عنه فكان في المدينة وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس لهما نسب عربي، هذا فارسي وهذا حبشي، ولم يضرهما عدم ارتفاع نسبهما، ولم ينفع أبا جهل وأبا لهب النسب القرشي الهاشمي، لم ينفع أبا لهب نسبه الهاشمي، ولم ينفع أبا جهل نسبه المخزومي العربي لما كان على الكفر بالله عز وجل. فلا يجوز الفخر بالأنساب، الفخر بالأحساب. فخر بالأحساب، والحسب معناه ما يكون عليه الإنسان من شرف ومكانة في المجتمع، لا يفتخر بذلك. إذا أعطاه الله جاها أو أعطاه مكانة في المجتمع فلا يفتخر بذلك بل يتواضع، هذا الحسب. أما النسب فعرفنا النسب هو أن يكون من قبيلة مشهورة أو معروفة، فلا يفتخر الإنسان بنسبه على من لا نسب له. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت، كانوا في الجاهلية إذا مات الميت يظهرون الجزع والسخط عليه بالنياحة والتشكي ولطم الخدود شق الجيوب وغير ذلك من أنواع الجزع. والواجب عند المصائب الصبر والاحتساب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. النياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم، هذه الرابعة، وهي نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم في الفجر أو غروبه، فإذا طلع نجم في الفجر أو غرب يقولون إنه ينزل المطر لهذا الطالع أو هذا الغارب. ونزول المطر إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى وإرادته، ليس للنجوم تأثير فيها، فهذا من أمور الجاهلية، ولكنها تبقى في بعض الناس بعد الإسلام، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير منه. نعم. والشاهد منه أن في هذه الأمة من يتشبه بالجاهلية في هذه الأمور، أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه في الجاهلية في هذه الأمور، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشبه بأهل الجاهلية. نعم. هل يكون من الاستسقاء بالأنواع عبارات تأثير المنخفض الجوي والمرتفع الجوي؟ نعم، إذا ظن أن الانخفاض الجوي أو غيره يسبب نزول المطر فهذا من نسبة المطر إلى غير الله عز وجل، فهو من أمور الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. لما ذكر أن من الأمور الجاهلية التي تبقى في بعض الناس من المسلمين النياحة على الميت، بين الوعيد الشديد الذي يكون على النائحة. فالنياحة محرمة من وجهين: من وجه أن هذا من أفعال الجاهلية،
قد نهينا عن التشبه بأهل الجاهلية، ومن ناحية أن هذا من الجزع من أقدار الله عز وجل وعدم الصبر والاحتساب. ولذلك صار على النائحة هذا الوعيد الشديد أنها تقام يوم القيامة يعني من قبرها، وعليها سربال يعني ثوب من قطران، وهو مادة شديدة الاشتعال والعياذ بالله، ودرع من جرب، درع تلتحف به من الجرب، وهو نوع من الأمراض الجلدية المعروفة، وذلك من باب التعذيب لها على ما تقوم به من النياحة في الدنيا. هذا جزاؤها في الآخرة على ما حصل منها من النياحة في الدنيا. نعم. قال رحمه الله، وقوله إذا لم تتب قبل موتها، هذا فيه الحث على التوبة، وأن من تاب إلى الله تاب الله عليه مهما كان ذنبه. نعم. قال رحمه الله: ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية، وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، ذما لمن لم يتركه. نعم، دعا بدعوى الجاهلية من أمور العصبيات كما سبق، كأن يتعصب لقبيلته أو بلده أو بلده أو رئيسه أو لشيخه. فالواجب على المسلم طلب الحق مع من كان، وأن لا يتعصب ضد الحق، فهذا من دعوى الجاهلية. الذي يتعصب لهذه الأمور هذا من أمور الجاهلية، الذين يتعصبون لرؤسائهم وقبائلهم وإن كانوا مخطئين، كما يقول قائلهم: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. نعم. قال: وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا نعم هذا كله يدل على أن كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم في الإسلام، ينبغي هجره وتركه والابتعاد عنه. نعم. وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. نعم، نسبتها إلى الجاهلية من باب الذم لها والتحذير منها، لأن كل ما كان من أمور الجاهلية فنحن منهيون عن التشبه بهم فيه. نعم. قال: ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم. نعم. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. نعم، الله جل وعلا نهى عن تبرج الجاهلية، نهى النساء عن تبرج الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام. والتبرج معناه إظهار الزينة، إظهار المرأة زينتها، لزينتها عندما تخرج من بيتها أو عند الرجال، هذا هو التبرج. وكانوا في الجاهلية تتبرج النساء بالزينة وتتعرض للرجال، ويحصل من ذلك فساد الأخلاق، فمنعت المسلمات من هذا العمل، وأمرن بالاحتشام والستر والبعد عما يثير الفتنة. فالله جل وعلا سمى هذا تبرج الجاهلية من باب الذم له، فنسبته إلى الجاهلية من باب الذم له، ومما يدل على أنه محرم. فعندنا ثلاثة أمور: ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية، كل هذه ذمها الله في القرآن. فكل ما ينسب إلى الجاهلية فإنه مذموم، وإذا عملناه نكون قد تشبهنا بالجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية، فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الإسلام.
نعم، لما حصل بين عمار بن ياسر رضي الله عنه وأبي ذر الغفاري رضي الله عنه شيء من الكلام، تكلم أبو ذر وعير عمارا بأمه، قال يا ابن السوداء، لأن عمارا كان مملوكا، كانت أمه مملوكة وأبوه مملوك، فعيره بأمه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر وقال عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فدل على أن الإنسان وإن كان من أفاضل الناس قد يكون فيه شيء من أمور الجاهلية، وهذا مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق ذلك مساق الذم. فلذلك ندم أبو ذر رضي الله تعالى عنه ندما شديدا، وتاب إلى الله وطلب من أخيه المسامحة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومنه قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمها، فما كان من أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك. نعم، حمية الجاهلية هو أن الإنسان يكون فيه حمية لقبيلته وإن كانوا على الباطل، فهذا من حمية الجاهلية. فالمؤمن يدور مع الحق حيثما دار، سواء كان مع قبيلته أو مع غيره، أو مع شيخه أو مع غيره، أو مع مذهبه أو مع غير مذهبه، الإنسان يدور مع الحق أينما دار. نعم. قول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، خصلة من خصال الجاهلية. ألا يأخذ من ذلك جواز المعاتبة بين الأخوة والأحباب والمعلم لتلاميذه؟ الآن بعض العامل في الساحة لا يريد أن يقال له شيئا من شيخه أو تلميذه أو أخيه، يعني ماذا لو قال هذا أحد؟ نعم، أولا أن هذا فيه إنكار المنكر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي ذر رضي الله عنه هذه المسألة. وثانيا أن المعلم يربي طلابه إذا وقعوا في الخطأ، والشيخ يربي تلاميذه إذا وقعوا في الخطأ، وكل من له مسؤولية فإنه يربي من تحت يده إذا حصل منه خطأ، ولا يسكت عن هذا الأمر، وإن كان هذا الذي حصل منه الخطأ من أفضل الناس. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال: ثلاث خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة، ونسيت الثالثة. قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ساقه الشيخ قبل هذا بقليل: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وهذا الذي ساقه الآن هو نفس الحديث السابق، أنه أكد أن هذه الأمور ستبقى في بعض أمته، وهذا معناه التحذير من هذا العمل، هذا خبر معناه التحذير من هذه الأمور. نعم. قال: وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت. فقوله هما بهم كفر أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار، وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق. نعم، هذا الحديث زاد على النصوص السابقة بأن هذه الخصال كفر، أي نوع من الكفر، وليس معنى ذلك أن من كانت فيه هذه الخصال أنه يكون كافرا كفرا خالصا ينقل من الملة، وإنما فيه خصلة من خصال الكفر، أو الكفر الأصغر، لأن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة
لكنه ينقص الدين وينقص العقيدة، وهذا هو المقصود هنا. فليس كل من قام به خصلة من خصال الكفر يكون كافرا الكفر الأكبر، وإنما يكون كافرا الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن الملة، لكنه مذموم، وإن كان كفرا أصغر فإنه مذموم ومحذر منه. نعم. قال: لكن ليس كل من قام به شعبة من شعاب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعاب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. نعم، هو ليس كل من وجد فيه خصلة من خصال الكفر يكون كافرا خالصا، وإنما يكون فيه كفر، يعني خصلة من خصال الكفر تنقص دينه وتنقص إيمانه. كما أنه ليس كل من كان فيه خصلة من خصال الإيمان يكون مؤمنا كامل الإيمان، بل يكون مؤمنا مطلق الإيمان. وكذلك من فيه خصلة من الكفر يكون فيه مطلق الكفر، للكفر المطلق، مطلق الكفر للكفر المطلق، بمعنى أن يكون عنده كفر أصغر. نعم. قال: وفرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. هذه قاعدة عظيمة في مسألة الكفر الوارد في الكتاب والسنة، يغلط فيها كثير من الناس، خصوصا أهل الغيرة وأهل الحماس. فليس هذا على إطلاقه، بل الكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام فالمراد به الكفر المطلق الذي يخرج من الملة، الكفر الأكبر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، يعني الكفر المطلق، من ترك الصلاة فقد كفر، يعني خرج من الدين إذا تركها متعمدا حتى ولو لم يجحد وجوبها، لأن الكفر جاء معرفا بالألف واللام فيحمل على الكفر الأكبر المخرج من الملة. أما إذا جاء الكفر منكرا فإنه يكون من الكفر الأصغر، مثل ما في هذه الأحاديث: هما بهم كفر، هذا كفر منكر يكون من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر أصغر. ليس معناه أن من قتل مؤمنا يكون كافرا الكفر المخرج من الملة إلا إذا استحل دمه، إذا استحل دمه فإنه يكون كافرا الكفر الأكبر. نعم. قال: وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، كما في قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا تمثيل للقاعدة السابقة أن الكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام فإنه يحمل على الكفر الأكبر المخرج من الملة، وكذلك الإيمان إذا جاء معرفا بالألف واللام فإنه يحمل على الإيمان الكامل، وأما إذا جاء منكرا يعني يقال كفر أو إيمان فهذا يحمل على الإيمان، يحمل على الكفر الأصغر ويحمل على الإيمان على مطلق الإيمان، على مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق. فمن كان فيه خصلة من خصال الإيمان يكون فيه إيمان، ولكن لا يقال إنه هو المؤمن، بل يقال هو مؤمن أو فيه إيمان. ولهذا عاب الله على الذين قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأنهم ادعوا منزلة لم يصلوا إليها. نعم. قال رحمه الله: فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن،
كما أن قوله تعالى من ماء دافق سمى المني ماء تسمية مقيدة ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. نعم، هذا كله تقرير للقاعدة، الفرق بين الاسم المعرف بالألف واللام والاسم المنكر، وذلك في الكفر والإيمان. فإذا جاء الإيمان معرفا بالألف واللام والكفر معرفا بالألف واللام فهو يحمل على الإيمان المطلق وعلى الكفر المطلق المخرج من الملة، أما إذا جاء منكرا فإنه يحمل على الأصغر لا على الأكبر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني تعملون عمل الكفار، وليس كل من عمل عمل الكفار يكون كافرا كفرا مطلقا، وإنما يكون فيه كفر بحسب ذلك. وهذا من فقه المسائل التي ولا سيما في هذا الباب التي يجب التفطن لها، لأن بعض المتسرعين من المتعالمين أو من أنصاف المتعلمين أو من عندهم غيرة شديدة يطلقون على الناس التكفير والتفسيق والتبديع بدون تفقه في هذا الأمر وتنزيل للأمور منازلها. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. تكرم بالشرح والبيان صاحب فضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.